من الصين إلى لبنان مشاهدينا، وهناك ووسط غرق اللبنانيين تحت خط الفقر منذ اشتعال الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد قبل أكثر من سنتين. أدان تقرير مستقل صادر عن الأمم المتحدة اليوم ولأول مرة، أدان الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي مؤكدا أنهما ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال تدمير اقتصاد البلاد وبقسوة. وفي هذا الإطار قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، قال إن الحكومة ومصرف لبنان فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيش لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ 3 سنوات. وأضاف أن هذه الأزمة أتت نتيجة لسياسات حكومية فاشلة، وأن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع، ورأى أن التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب. كذلك عبر هذا التقرير الذي أعده المبعوث الأممي في ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوما، عبر عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول وضع الفقر في البلاد بعد أن اعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية وكذلك الدولية، مؤكدا أن جيلا بأكمله حكم عليه بالفقر. وقال المسؤول الأممي لوكالة رويترز، لدى المسؤولين اللبنانيين شعور بالحصانة من العقاب، وهذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها. كما أوضح أن هؤلاء المسؤولين اطلعوا على مسودة التقرير النهائي قبل نشرها، لكنهم لم يطعنوا في أي من المزاعم المتعلقة بانتهاكات هذه الحقوق. وكان المبعوث الأممي أكد في نوفمبر الماضي أن مسؤولي الحكومة اللبنانية بدوا كأنهم يعيشون في عالم آخر بعيدا عن الصعوبات التي يواجهها معظم سكان البلد. يذكر مشاهدينا أن الاقتصاد اللبناني انهار منذ سنتين، وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وأصبح أكثر من 3/4 السكان تحت خط الفقر، فيما وصف البنك الدولي الأزمة بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، مشددا على أن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا الكساد المتعمد.